الماتش الجاي يكون تصفيق الساعة، بعد عنا دربي، بعد يجي الأهلي. كما قلت لك عنا زوز ماتشات مهمين باش يخليونا في سباق البطولة والحفاظ على اللقب نتاعنا. بعد يجي نصف النهائي عنده تحضير، وكل مباراة عندها تحضيرات خاصة. إن شاء الله نكونوا مركزين كما يلزم ونكملوا في الطريقة هذه إن شاء الله. الأهلي والترجي تقريبا ولا كلاسيكو إفريقي؟ بالطبيعة كلاسيكو افريقي، نتصور تو تاع الكونسونتراسيون باش يطلع اي ملاعب، نتصور يتمنى يلعب دومي فينال تاع تشامبيونز ليغ. ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم ونفرحوا جمهورنا ان شاء الله. الاحداث الامنيه اللي صارت اثرت عليكم بين الشوطين، يعني مباراة رجعتهم مخروا وبردتوا وعاودتوا تسخنتوا، كيفاش تعاملتوا مع الأمور؟ والله يصيروا الأحداث هذوما، معناها صاروا قبل، إن شاء الله ربي يهدي كان سبب. المهم نحن رانا ما في بالناش شنو صار بالضبط، يعني خرجنا باش نهديو الجمهور خاطر قعدنا برشا، يعني بردنا، قعدنا مركزين، حكينا في أحداث المباراة في السور تيران، قعدنا مركزين باش ما ياثرش علينا. ابخي تو لوبجيكتيف نتاعنا هو الترشح للدومي فينال، وذاك اللي صار.